يا هلا ومرحبا بكل مشاهدي برنامج NMC الصحة تتكلم. كالعادة معكم أنا وئام النوسي، واليوم حلقتنا خاصة للأطفال، عشان كذا بستضيف أطباء اختصاصيين للأطفال من مستشفى NMC رويال مدينة خليفة. أهلا بكم. أهلا. رمضان كريم. شو الأخبار؟ تمام. نبتدي السؤال مع دكتور وائل. دكتور وائل، شو ممكن تنصحنا، يعني تنصح الآباء بالنسبة لأولادهم اللي بيصوموا؟ هو يعتبر تحدي للأطفال للصيام في عمر صغير أو بداية الصيام بتاعهم. في آباء وأمهات كتير بيبقوا مستعجلين على صوم الأطفال في عمر بدري، في بعض الآباء والأمهات بيبقوا متحفظين عليهم. أهم حاجة إن احنا نعرف السن المناسب لبداية الصوم في الأطفال، اللي هو في الحقيقة احنا ممكن نقسمها لمراحل، لأنه مفيش عمر يعني ممكن نقول عليه هو ده العمر اللي أكيد مناسب. الصيام الكامل اللي هو بيعني صيام يوم كامل في رمضان وصيام 30 يوم كاملين، ده مفيش أي حد بينصح بيه. بعض الآراء بتقول 10 سنين وبعض الآراء بتقول 12 سنة، فاحنا ممكن المحاولة تبدأ من 10 سنين، إنما مش قبل كده. إنما الصوم الجزئي اللي هو بيسمى في بعض البلاد العربية صوم العصفورة أو صوم الغزلان، ده احنا ممكن، على فكرة الأطفال بيفرحوا جدا بالاسم ده، إن هم بيحاولوا يصوموا أجزاء من اليوم، ممكن يصوموا لغاية الظهر وبعد كده يفطروا، أو ياخدوا وجبة الظهر ونخليهم يصوموا معنا لغاية المغرب، فبيفرحوا جدا بيه. الصوم ده ممكن نبدأه من عمر 7 سنوات، يبقى احنا عندنا صوم كامل ابتداء من بعد 10 سنوات، صوم جزئي سواء جزء من رمضان أو جزء من اليوم من 7 سنوات لـ10 سنوات. إنما قبل 7 سنوات مفيش أي حد بينصح بصوم الأطفال، لأنه ليه علامات سلبية على الأطفال. ممكن زي ما احنا عارفين إن جزء كبير من جسم الأطفال والخلايا بتاعتهم بيبقى في مية، لدرجة إن في بعض الخلايا في الجسم بيبقى مكوناتها 80% مية، فبالتالي الصوم والعطش لفترة طويلة ممكن بيؤدي إلى نقص في المعادن ونقص في المية وجفاف ونقص في الجلوكوز اللي هو مهم لنمو المخ والخلايا، فبالتالي بيكون الأضرار بتاعته جسيمة على الطفل لأنه لسه في عمر النمو. أما بالنسبة للطفل المريض فإحنا برضو ممكن نقسمها لحاجتين، المرض الحاد والمرض المزمن. المرض الحاد لا ينصح تماماً بالصيام أثناء فترات المرض الحاد، يعني طفل عنده حرارة، طفل عنده ترجيع، طفل عنده حتى رشح وزكام، ممكن يفطر في اليوم اللي هو فيه عنده الأعراض المرضية وبعد كده بيبقى بيعوض بأي وسيلة تانية. أما الأمراض المزمنة اللي هي زي أمراض الكلى، أمراض الدم زي الثلاسيميا وخلايا الدم المنجلية، أمراض القلب والسكري، دول ممكن يصوموا أو لا بالرجوع للطبيب المعالج، وممكن الطبيب يسمح له بالصيام في رمضان أو ما يسمحش بناء على الحالة الصحية. شكرا لك دكتور.